ما يقرب من 12% معدل البطالة في مصر كما أظهرته أحدث المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام المنقضي بعد مرور عام على الثورة في زيادة كبيرة لم تشهدها مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي سجلت فيها مؤشرات البطالة السابقة لقيام الثورة ما يقرب من 9%. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة إلى تراجع أداء معظم قطاعات الاقتصاد المصري وعدم قدرة سوق العمل خلال المرحلة الحالية على استيعاب الخريجين الجدد والراغبين في وظائف جديدة مما عمق من مشكلة البطالة في مصر. احنا اخر ربع معلن نتائجه، احنا بنعلن هذه البيانات ربع سنويا، اخر ربع معلن نتائجه الربع الثالث وكان 11.9%، ودي 30% او 32% زيادة عن الربع الممثل من السنة السابقة. عندنا اكتر من 3.2 مليون عاطل في هذا الربع. وبينما تؤكد تقارير منظمة العمل العربية إلى أن مشكلة البطالة لا تقتصر على مصر فحسب، وإنما في كل دول المنطقة العربية التي وصلت أحدث معدلاتها إلى 16%، تشير توقعات المنظمة إلى أن مشكلة البطالة في المنطقة مرشحة للتراجع مع نهاية العام الحالي والعام القادم في ظل التوقعات بعودة النشاط الاقتصادي والاستثماري لتحقيق معدلات جيدة خلال العام القادم، خاصة مع تحقق الاستقرار في دول الربيع العربي. عام 2012 يعتبر قد بعض المؤشرات أنه قد يصل إلى 16-17% نسبة البطالة في الوطن العربي، لكننا نتوقع أنه ابتداء من نهاية 2012 وفي 2013 إن الدوران عجلة التنمية ستعود، وبالتالي سيحصل فرص عمل متاحة خاصة مع تراجع الفساد وأيضا حرص القيادات على والأحزاب على إرضاء الشارع وإرضاء المواطن العربي والعامل العربي. أعتقد سيكون هناك تطور إلى حد كبير. ويزيد من حجم الفجوة الكبيرة في سوق العمل في مصر عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بسبب المشكلات العديدة التي واجهته بعد الثورة وحدت من قدرته على توظيف المزيد من العمال. يترقب المواطن المصري تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في مصر خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار والحد من مشكلة البطالة وتبني برامج جديدة تعمل على خلق المزيد من فرص العمل. عبد الرحمن البسيوني، سي إم بي سي عربية.